صباح الخير، صباح النور، صباح العواصف والأمطار الغزيرة. هلأ الساعة 7 الصبح، طلبت حليب حطيتهم على النار، وفي عندي شغل بالمطبخ. هلأ منفوت ومنحكي مع بعض شو هو الشغل يلي عندي، بس حبيت فرجيكم الطقس. قطيت الطقس هيك شتوي بامتياز. الله يبعث الخير. سامعين صوت العصافير؟ امبارحة كنت بالهوزمول حبايب قلبي، رحت لجيب كم غرض، فلقيت عندهم هيدا الفلفل او الفليفلة الحمراء. جبت 3 انواع، جبت هيدي الفليفلة الحلبية يلي منستعملها للمكدوس، شايفين كيف بتجي طويلة، وجبت هيدا الفلفل سمولي اياه فلفل هندي، شايفين كيف بيجي اول مرة صراحة انا بشوفه باسواقنا. والنوع الثالث يلي فرجيتكن اياه انا قبل هلا هو هيدا الفلفل، قالوا لي هيدا كتير حار، فانا جاي عبالي اعمل الحرحورة حارة، يعني مثل ما كنا ناكلها ايام سوريا، بس كنا نروح زيارة على سوريا على حمص كانوا يعملوا لنا منقوشة حرحورة، فانا بدي اعملها تكون حارة مثل ما كنا ناكلها. غسلتهم كتير منيح وحطيتهم بالمصفية، وحطيت الحليب كمان على النار، نطرته تيفور، والبريق المي كمان رح يغلي لانه بدي اعمل النسكافيه. مثل ما قلت لكم نحن هلا الصبح من بكير، فرح اعمل فنجانين نسكافيه ونقعد نشربهم قدام الشباك في هالطقس الماطر. هيدا عن جد الطقس بيخلي الواحد يستحلى يشرب شي سخن. شوفوا حبايب قلبي، لقيت عندي بدرج البراد كمان هاي الفليفلة، الفلفل الرومي العادي اللي بيجي حلو، في 3 حبات بس، كمان رح اخدهم ورح احطهم مع دبس الفليفلة. بالنسبة لدبس الفليفلة فينا نعملها حرة وفينا نعملها حلوة، وفينا نشكل بانواع الفليفلة اللي نحنا منلاقيها باسواقنا. فعندي انا هون الفلفل بارد، وعندي هون الفلفل حر شوي، هون حر اكتر من هداك. هيدا قالوا لي عنه نار وشرار، هيدا كتير خوفوني منه، بس انا يعني مرتاحت له ومبسوطة اني لقيته، وكتير حب الحرحورة عندي تطلع حرة حرة. فانا رح اخلط، فيكن تخلطوا فيكن تعملوا نوع واحد يلي متوفر عندكن، ما تتأيدوا ابدا بنوع واحد من الفلافل، بس اهم شيء انه يكون لونه احمر، ما يكون لونه اخضر او زهر فاتح مثلا مثل هذا اللون. هلا بتمرق لوحدي تنتين، بس انه اجمالا يكون اللون احمر احمر بوردو، لحتى يعطينا لون دبس الفليفلة لونه يكون عن جد بشهي من بعد ما يخلص. ياكل الحليب ما شاء الله، لانه هلا ما له شيء جاي من البقرة، فجاي ساخن اصلا، جاي ساخن، فدغري بلش بده يغلي. المي غلي مشان اعمل النسكافيه، بس قلت عما هلا حتى امن على الحليب، لانه بدي اقعد استمتع بفنجان القهوه. الله اكبر، سامعين الرعد؟ صوت الشتاء. اكتبوا لي هلا بالكومنتات كيف الطقس عندكم، كمان مثل عنا هيك شتاء وعواصف ولا كيف؟ فقلت خليني امن على الحليب بالاول وطفي تحته، بعدين اعمل النسكافيه. هي اول مره الحليب بفور بهالطريقه هاي، وما بيعلى لراس الطنجره دغري اول باول. سبحان الله ما شاء الله، شايفه هيدي على اخر لحظه بطفي الغاز. انا لا شايفه باليوم، ما في مزح ابدا. ايه والله ما في مزح بالمره. شفتي اسم الله ما شاء الله، صورت لهم فرجيتهم الطقس كيف ما شاء الله، كيف بيقولوها سماء وماء. سلام. الله يبعث الخير يا رب.
خي أمنا على الحليبات، لنروح نشرب النسكافيه بهدوء. شربنا قهوتنا النسكافيه تاعنا وانبسطنا عن جد، يعني كانت القهوه مع هالامطار الغزيره يلي كانت نازله كان عن جد لها طعم مميز. فهلا وقف الشتاء مثل ما شايفين، والشموسي يعني عم بتفكر تطلع بس كتير خجلانه. ليه انا عم بسال على الشموسي؟ لانه حبايب قلبي انا بدي اعملهم بهيدي المكنه، مكنه التجفيف. هلأ ممكن حدا يقلي طب يا ليلى يا الله أنا ما عندي مكان التجفيف، عادي جدا فيكي تفرميهم بالفرامي، أي فرامي عندك إياها، وتعمليهم بالطنجرة على الغاز لبين ما ينشفوا ميتهم. بس أنا لأنه عندي إياها لمكانة التجفيف ومجربتها قبل هلأ بالفليفلة، نتيجتها رهيبة رهيبة، يعني ما بتاخد مني كتير وقت، يعني كم ساعة وبتعطيني إياهم جافين كأني حاطتهم بشمس شهر آب. يعني والله صدقا يا جماعة بالفليفلة بكتير اشياء هي عجبتني هاي المكنة، بس بالفليفلة رهيبة ما بتاخد كتير وقت. فهلأ رح قطعهم، رح شيل البزر من قلبها ورح حطهم صفصفهم فيها. ما شاء الله هي كام رف فيها؟ 1 2 3 4 5. ممتاز، ان شاء الله تاخذيهم كلهم دفعه واحده. اذا ما اخذتهم دفعه واحده رح اضطر اعملهم على دفعتين. لكن يلا تنلبس كفوف لانه هولي حرين كتير، ونبلش مباشره بالتقطيع. رح بلش بهذا الفلفل، بس مجرد اني شيل البزر من قلبه ونفضيه مزبوط بلا كفوف ما تشتغل، ما بنصحكم ابدا. هلا اذا ضلت فيها حبه بذره ما كتير تعقدوا الامور، عادي هي البذر كمان في ناس سبحان الله بتحب البذر، ما بيشكل خطر اذا ضل البذر فيها. انا لابسه الروب الشتوي تاع البيت، يعني يا سبحان الله كل شتويه بيكون في روب بنلبسه كل الشتويه، هو روب واحد ما بيتغير، فمننقي روب بدفي ومنلزق فيه كل فترة الشتاء. هلا هون بدي فرجيكم شغلة حبايب قلبي، شايفين كيف في فراغات صغيرة ما رح اتركها فاضية، رح احط فيها هذا الفلفل الصغير، كمان بقسمه بالنص بحطه بالفراغات مشان اكسب مساحة. بس لو تشموا ريحته هيدا بفوت على زلعي. هون بقول لهم يا هادي انك عم بتساعدني. سجينو عم ساعدك؟ ايه شو عم بتشوف هناك؟ ما في بالعاده يعني. لا في شيء مش عاجبك بالشغل اذا الله رات؟ يعني ما في بالعاده هيك؟ لا والله في بالعاده، الله يسلم دياتك. الله يحمي كل رجال لعائلته، خاصة الرجاجيل او الرجاله يلي بيساعدوا نسوانهم. الرجاجيل؟ الرجال اللي بيساعدوا نسوانهم. انا بحترمهم والله. لهم كل التقدير والاحترام، واحترامهم مش بس مني ومن كل امرأة. يا هدي لا 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 لا، انت هيك من كل امرأة مكافية، انت هيك حتشيل كتير من الراس، دعانهم هدول اللي شلتوا بالراس. معك حق، هتشيل هيك هدول برجع بفوتهم هيك تمام هيك. انت بدك تخليها قطعة واحدة يا قبارة؟ شو بدك؟ لا قطعتين لك، انا كيف عملتهم؟ قطعتين الله يشعلها. هي انت شلت الراس، الله يشعلها اكثر بصير ليك. طبعا هو ما حيعملهم لحوله، هلا رح استلمهم عليك. ما ديعونهم هدول، هذا منه تبذير. هذا هي النتوره غير ما بيأثر.
تكرم عينك. من فوق لتحت. من هون؟ من تحت لفوق. عقلت مرت عمي. ايه كلها كلها مع الخضرة لفوق لفوق ديركت. هاي. يس. وخلص هيك بنكون ما خسرنا ولا عقلتك نتورة. شو ما اسهل؟ هلا ايه منا اسهل؟ طريقتي انا منا اسهل؟ 100%. اها شفت ما احلاني؟ ما احلاني بمدح حولي مداح نفسه. والله يا ماتي انت مبدعة. ميرسي. شوفوا ما شاء الله بالمساعدة ليكو ايدي كيف صار لونها، بالمساعدة دغري خلصناها، فهذا اخر رف. إذا عبالكم تعملوا بالفرن كمان بيصير، بتحطوه على مشوية الفرن وبتخلوا الفرن على درجة حرارة كتير قليلة، يعني بين 70 و80 مش أكتر، ومع المراقبة المستمرة لحتى ما ياخد لون. بالفرن؟ ايه بالفرن. يا الله شحرق فقت الحرع على زلاعيمي. هدي شو رأيك نحط هيدا؟ هلا دغري هدول دغري اللي بتبدوا هدول دغري حطهم هنا باخر طابق فوق بدون ما نفتحهم مثل ما هن مسكرين. ايه دغري كلهم. ليكو على فكره بكم ساعه هول بيصيروا جاهزين، برجع بحط هول الباقيين. ما شاء الله عن جد توفقنا بفليفلي غير شكل. فبتحطوه بالرف النصاني بالفرن، شاعل من فوق ومن تحت، درجة الحرارة بين 60 70 80، يعني أقصى حد 80 مش أكتر من 80. الأصل والفضل لها. إيه هلا أنا عم أقول ليلي ما عنده منا يا هادي، شو بيعمل؟ ولا أحلى من هيك. بيحطها بالفرن. ما عنده منا يجيب منا. طب بلكي المحلات اللي حدهم او ببلادهم ما في منه يجيب لنا. ما لا منا ما يعمل هالشيء كله هذا الناس. لا امبلا هو اساسا دبس الفليفله كانت الناس من قبل خاصه اهلنا بسوريا يعني كانوا يشمسوا الفليفله بالشمس، شراشف على السطح يمدوا عليها الفليفله، بس نحن هلا بالشتويه شمس ما في، مشان هيك الحل يا اما المجففه يا اما الفرن يا اما افرموهم مثل ما قلت ببدايه الفيديو، تفرموهم بالفرام الكهربائي وتحطوهم بطنجره وتقلبوهم بين الحين والاخر بدون اي شيء، بالاخر بتحطوا عليهم ملح، يعني لكل كيلو حار فلفل حار بتحطوا ملح، ملعقتين طعام خشن، وبتحطوا رشه زيت وبتحطوا بالقطراميز وبيضل عندكم. كيف بدنا نعمله؟ بنحطه مثل ما هو ولا ايوه الصغير الصغير؟ لا يا هادي لا. ليكو كيف عملوا؟ كيف فتحته داخل؟ لا 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 انا من الناس اللي بحب البزر، ما عندي مانع بالبزر. ليك يا هادي شو حنعمل لهم؟ ما هو حتى يكون فليفلز يكون في بزر. مزبوط والله في بزر كتير. هذا الناعم هذا ما بعرف من اي دوله جايبينه، انا ما كنت شوف منه قبل باسواقنا حبايب قلبي. فمثل ما هو هيك يا هادي هيك هيك. ايه هيك. ما هو اساسا هذا ما في مي، فهذا بس ينشف نتفه يكون في بزر. بزر فيه يعني هذا عوض البزر كله اللي شلناه من هذوليك الكبار كثير، يعني في بزر بالله خارجينه طلع كثير. بدنا نفتحه يعني كثير في بزر. طيب يلا ماشي. الحمد لله طلعت الشموس شويه هادي، ولا ما كان قلنا قلب ندور على المكنه. لا لا ما اذا حطيتيها على درجه حراره 40 ما بتصف شيء. كأنها لمبه. كأنها لمبه يعني. الحمد لله. عن جد اذا فيكم تجيبوا مثل هيدي المجففه جيبوا كتير بتنفع، بتنفع بالصيف وبتنفع بالشتاء، بتنفع يلي عنده كهرباء عاديه وبتنفع يلي عنده طاقه شمسيه، نحن على الطاقه الشمسيه فبننطر الشمس مناطره لحتى ندور شيء، ومع ذلك الحمد لله بالقصص اللي بتخص المجففه ما بعتلهم. بجيبه ما بسأل لأنه ما بتصرف كهرباء. تركت حبتين هنيك قلت بدي دوقن، والله بدي دوقن لو مع التسقية مع الحمص بطحيني عبالي شوف وده حار، لأنه أنا حبيبة حار، فبدي شوف حالي بتحمله ولا ما بتحمله. طيب وقت بدي شي حار أنا ما خلص الخدمة اليوم. ليه؟ اكتبوا لي إذا الواحد حار حار لسانه كيف بيطفي الحار؟ شو بيعمل لحتى الحدودية تروح؟ يلا يهدي بضل يشرب مي، بينبق مي وما ما بتروح الحراره. يلا يهدي دورها طالما الشمس طلعت نتوفه. بسم الله كم ساعه نحط؟ حط اقصى عدد ساعات. 18 ساعه 24 اكثر شيء كم ساعه فيها هي؟ 20 ساعه 30 ساعه 40 ساعة. هي أقصى شيء قد ايه فيها؟ لا لا لورا لورا 48 ساعة. ايه 48 يعني يومين. اوكي طبعا هي محل أقصى شيء هذا
هلا اقصى شيء لانه الدنيا نهار 70. 70 اوكي، هي اقصى حراره بهيدي المكنه 70، ما في اكثر من 70، فهي اكيد ما حتاخذ يومين. في نقطه مهمه لا لانه هن سماك. سماك ما فينا نتحكم احنا برفعهم كثير يعني. هدول حيبعدوا عن بعضهم شوي، لازم نتقل بشي هون. طيب بسيكي ايه شايفين، حتى الهواء يطلع من هون، حتى الهواء حتى يطلع. الهواء مش معه، الهواء ما يطلع من هون. الهواء يطلع من على الهواء. هلا على الهواء فاتح زلعيمي محمد رائحة الحر. يا الله بس ريحته حلوة. ايه ريحتهم حلوة، ريحة الحر المجفف عن جد حلو. هلا بشو بدك تتقلهم؟ تقلهم بهيديك الجارة. ايه او دولة ما هيك دولة. يا ليكو ما شاء الله الحليب ملوش عمل، الله يبارك. رح اتركه يبرد تماما، اسا فات شوي ليبرد بيصير لوش اسمك. نشفه عشان ما تزرزب مي على المكان. شفتي كيف؟ فطبعا هني ما حياخدوا يومين. شفتي الفن؟ ايه فنان، يقبرني الفنان. انا هني ما حياخدوا يومين حبيب قلبي، هني حياخدوا على حسب انا تجربتي السابقه لما جففت فليفلي مشان المكدوس. يلي ما حضر فيديو المكدوس رح احط لكم الرابط بالديسكريبشن بوكس او باخر هذا الفيديو بالمقترحات. فعملت الفليفلي تاعي بنفس الطريقه. بياخذوا معي الفليفلات يعني 8 ساعات 9 ساعات. شلت اول فوج، رجعت قطعت تاني فوج وحطيتهم. ليكو هوينية وين قاعدة؟ حطيت لها صحن بقلبه كم قطعة سردين. شايفين الصحن وينه؟ بدي اياها تقرب، ما عم بتقرب، فزعانة. احيانا ما بتفزع احيانا بتفزع. وهي الفليفلي خلصت. نحن هلأ تاني يوم الصبح، طلعوا عندي 3 أفواج، هولي فوجان والفوج الثالث هلأ رح شيله. شايفين كيف عملوا هيك؟ رح شيل الفوج الثالث. طفيتها بقى. على فكرة ما أخذوا كتير وقت. شايفين ليكو ليكو البيسي ليكو. هلأ إجت، هلأ لاسترجت تقرب على الصحن. دخيل الله مع أحلى صباحهم. رح حطهم بالفرونة الكهربائية، أو إذا بدكم بمكانة اللحمة كمان بيصير. الروايح اللذيذة عند الصبح. طبعا هيك خشنة. انا شو بعمل هلا؟ رح ضيف لها ملح خشن، ملح بحري، وبضيف لها كمان زيت الزيتون البلدي، قدر نصف فنجان قهوة، خل ابيض. رح ارجع اخفقهم مرة تانية او افرمهم مرة تانية وخلص. صارت الحرحورة او دبس الفليفلي عندي جاهزة، هلا بعبيهم بقطرميز وبعمل بقية الكمية بنفس الطريقة. وطبعا طريقة حفظهم بالقطرميز بدها تكون كالآتي. القطرميز عندي بده يكون معقم، معقمته ومغسلته او غليته بالمي الساخنة الغليانة، وباخد محرمة والخل الابيض بحط فيها خل، وباخد القطرميز وبمسحه. هذا للاطمئنان بس، لا اكثر ولا اقل. بمسح القطرميز بالخال لحتى دبس الفليفل يضاين عنا اكبر وقت ممكن. لكينا ملح حطيناه وخل وزيت، ما بقى علينا شيء إلا بس بتعرفوا كخطوة إضافية أنا حابة قبل ما أحط دبس الفليفلي بالقطرميز حط بكعبه
زيت الزيتون، أضيف بقلبه دبس الفليفلة. هيك أنا بكون قلبي اطمن إنه بإذن الله دبس الفليفلة عنا رح يضاين بدون براد وما حيخرب، وبيضل عنا كل السنة برات البراد. طبعا إذا أنتوا كنتوا ببلاد كتير شوب الحرارة عندكم بالمطبخ كتير عالية، فيكن تحطوا هذا الأطراميس بالبراد، بس إجمالا أنا بحتفظ فيه برات البراد، يعني هو مثل حشوة المكدوس، فهمتوا علي؟ ما حينتزع. تمام. كمان بقطعة محارم أو كنينكس حط عليها شوية خل، بمسح الأطراف بهالشكل وبختم الأطراميس بالزيت الزيتون. وهذا هو أطراميس دبس الفليفلة، لونه هيك لأنه في زيت الزيتون، بس هو لونه أحمر بوردو بشهي وقت اللي بنفرده على العجينة. شو رأيكم حبايب قلبي؟ عطوني رأيكم وقولوا لي، بدي من حبايب قلبي السوريين يكتبوا لي إذا طريقتي عجبتهم أو إذا هني لسه بيحطوا إشياء إضافات أنا ما حطيتها. حابه فيقن اليوم على أطيب أكلة منقيش حرحورة، بس أكيد الأولاد أكيد رح يطلبوا الجبنة كمان، فرح أعملهم منقوشة الجبنة والحرحورة، والطقس مستمر حبايب قلبي بالأمطار وبالهوى، يعني هالأكلات هلأ دواء. يعني تخيلوا هيك ست البيت بس تعمل المعجنات وعائلتها يفيقوا وعريحة المخبوزات، قد ايه بيكون إحساس حلو بهالطقس هيدا. العجينة أنا عجنتها تما أخذ كتير من وقتكم، ما شاء الله شايفين الله يبارك مختمرة. ممكن حدا يسألني يا ليلى شو هي العجينة؟ أنا عملتها قبل هلأ بعجينة المنقيش يلي على المقلية، بفيديو عجينة المنقيش بالمقلات، ففيكن تشوفوا طريقتها، ورح أقولكن إياها. يعني هي 5 كبايات طحين، 5 أكواب من الطحين، ساعة الكباية 300 ملي، يعني الكباية الكبيرة اللي بنشرب فيها نسكافيه الكبيرة. بحط لهم ملعقة طعام خميرة، 2 ملاعق طعام حليب باودر، 2 ملاعق طعام سكر، سكر العادي. بحط لهم 1.5 كوب من الحليب السائل أو فينا نستعيد عنه بالماي، وبحط لهم 2 ملعقة لبن الزبادي و1/2 كوب زيت زيتون والملح. بس هي العجينة بنعمل فيها البوكس هيك بالنص، بدنا نحس بالراحة النفسية. ليكو جربوها، رح تقدموا عليها لهي العجينة، ما بتعذبكن أبدا، وبتطلع غير شكل للمنقيش، إن كان بدكن تعملوا المنقيش بالفرن أو إن كان بدكن تعملوه بالمقلية. يا سلام. فيني كبر وصغر المنقوشة على حسب أنا بدي المنقوشة كبيرة صغيرة، بحب أنا أقطعها بهاي الطريقة. بحس رح أعملها 16 منقوشة، تطلع هيك كحجم مناسب خاصة للولاد الصغار، تطلع غير شكل. ناخد كل جزء ومنكوره. وهيك ريت العجين كلها كورتها وغطيهم مشان ما ينشفوا لبين ما عملت الحرحورة. سمعين صوت الشتاء؟ ما شاء الله زخت زخ. الله يبعث الخير. أنا فاتحة الشباك على فكرة، بحب أسمع صوت الشتاء أنا وعم بشتغل. الله يبعث الخير.
باخد منه عقد ما انا بدي. اليوم مشتهينا من قلبنا نحن هالمنقوشة الحرحورة، فرح بحبحهم شوي. حطهم 4 ملاعق طعام. الله. بحط لهم بصل مفروم، يكون مفروم ناعم. ليكون رح نعمها قصة أكتر. تمام، بهاي النعومية منيحة. ملعقة طعام ونصف من البصل، رش من حبة البركة، ملعقة وسط من دبس الرمان، شوية طحينة، قدر ملعقة طعام بس. أنا ناطرة حبايب قلبي السوريين يكتبولي بالكومنتات إذا عجبكم هالشغل ولا لا، إذا في شي ناقص، إذا في شي كان لازم أعمله. بس إجمالاً أنا متذكرة هيك كانوا يعملوه، كانوا نقصدهم نروح على سوريا، على حمص، على إدلب، على كتير محافظات، على الشام. إذا بدنا ناكل من إيش؟ بناكل الحرحورة. فصارت جاهزة، صار كل شي جاهز عندي. حطيت المقلية على النار تبلش أخبز، وجهزت الحشوات، الجبنة والزعتر والحرحورة، وبريق الشاي كمان حطيناه على النار. بسم الله. هيك العجينة ملبن، بس أهم شيء نرجع نغطي. رشة عجين على الوش من مدة، نعمل جهدنا نحافظ على الشكل الدائري. هي لعنا مرتاحة ما رح تعذبني. أهم خطوة شو بدي يكون عاملي أنا؟ مشعل النار تحت المقلاية، المقلاية بلشت تسخن، بفرشية بدهن كعب المقلاية، يعني مسحة، يعني يدوب. باخد العجينة، شايفين شو سهل التعامل فيها؟ ما بتلبك أبدا. وبمدة، ما بحط الحشوة على هذا الوش أبدا، بنطر شي دقيقة برجع بقلب على الوش التاني بعدين بحط الحشوة. وين المنقوسة؟ هيتا مامي، هيتا المنقوسة. بدك منقوسة؟ تكرم عينك. طالما استاذ مودو فاق فبدي بلش له بالجبنة قبل ما بلش بالحرحورة، لأنه إذا زمورن طلع الله وكيلكم ما بقى يخلونا ننبسط بالأكل. فرح حط جبنة الموتزاريلا، ورح حط له شوية حبة البركة مشان كمان جسمه يستفاد. لو تعرفوا قديش فيها مكونات غذائية حبة البركة حبايب قلبي، بتصيروا تحطوها بكل الأكل عكتر ما انها مفيدة. فلنغنجلو منقوشته لأنه هو ما بيأكل كتير، فنغنجلو إياها. أهم مرحلة التغطية، لازم نغطيها. هون على جنب أنا عم جهز السفرة، وهي منقوشة مودو أفندي الله يبارك صارت جاهزة. شو رأيكم؟ رائعة، ريحتها بتشهي. خلينا نعمل الحرحورة. الله شو الروايح يا جماعة، قوموا هلأ اعملوها. عن جد العجينة ولا اسهل من هيك، والخلطات يعني الحمد لله كمان بإذن الله مقدور عليهم. هلا بدي اعمل الزعتر كمان من بعد الحرحورة. سلام، نوصلها شوي للأطراف مثل ما كانوا يعملوا بسوريا، ما كانوا يتركوا العجينة طرفها تبين.
نغطيها خليها تستوي. شوفوا حبايب قلبي استوت والريحة خرافية بتشمكم قلبي. تعالى فرجيكم هذا العجين كيف رائع. بشيلها بحطها مباشرة هون. نعمل اللي بعده. تفضل انا اذا نزل شيء نشيلهم بمحرمي. المقلاية صارت ناشفة ما بقى فيها ولا نقطة زيت. بعطيها دهنة بسيطة. ما أحلى هالروايح عند الصبح. لكو كيف طلعت فقاعات. هاي حبي أعملها زعتر. مين مثلي بحب زعتر الأسرة بالمنقيش. كتير بحب زعتر الأسرة. بحسه كتير بيلبق للترويقة للمنقيش. اطلعوا ريحتها هيك عند الصبح ريحة الزعتر بشهي يعني. بحسه بيقبل على الأكل. بمدة كمان على كل العجينة. فينا نعمل نفس الطريقة بالفرن. إذا حدا عباله يعمل بالفرن فينا نعمل نفس الطريقة بالفرن. أطيب زعتر. رائع. هيكو كعبة. ايه هدو. صباح الخير. يا صباح الورد. هلا العيلة كلها نزلت. شو رأيك بهالروايح؟ دمعتي بحر بتعملي اسمه؟ انا عن جد ما قلت لهم انه انا بدي اعمل منقيش حرحوره. ما قلت لهم لعائلتي. معقول لا توطي بالقهوه. نزلت على اساس عم بعمل نسكافيه ولا شفت الفليفلات خلصين فقلت يلا يا بنت عجني واعملي ترويقه. والله نزل الاولاد مبتسمين كل واحد ابتسامته من الدينه للدينه. هول الفليفلات زيتون. هني زيتون. ولو دوق وتذكر روايح الشام وسوريا وحمص. دوق أعطينا رأيك. شو هدو. أنا أكلت منها لقمة كتير طيبة وهي نازل. يلا ما عم يعطيني رأيه. أعطيني رأيك. هلا بين الحر فيها. بس بالحر هدو لاحظت أنه حروريتهم أكتر من 70% منها اختفت. مع أنه نحن جبناهم كلهم حرين. حطيت معه الحل الصغير؟ كله حطيته بس حدوديتهم وين طارت. أو نحن منحب الحار. طيب. صحة وألف عافية. يعني نفس الطعمة اللي كنا ناكلها بسوريا. صحة وهنا. ما بتكمل المنقوشة بدون شو؟ فنجان عصير ساخن. شوي دمعة. شو؟ فنجان عصير ساخن. فنجان عصير ساخن. شاي أخرك عجم. هون الفنجان اللي بيتحرك لمين؟ للحلو يلي ما بيشرب إلا حلو. اللي ما بيتحرك لمين؟ للقمر يلي بتشربه مر. أهلا وسهلا. ميرسي كلك زو. لك عدين مطت. يلا سكرها ماما سكرها. كلا صحتين. وهون عملت فطاير مسكرة. كان عندي شوية حشوة سبانغ بالبراد فقلت ليش لا يضلوا بالبراد. خلاص رح احشيهم ورح اعملهم طالما هيك عم بعمل منقيش. وهي اخر منقوشة حرحورة. يا سلام.
فلان. انا بس دهنتهم بزيت الزيتون ريحتهم بتشهي. حطيت بالحشو سبانخ وبصل ورمان وجوز. شو بدنا هذا بسبانخ؟ كنت عامله فطيره سبانخ، كنت عامله حشوه سبانخ، باقي شويه حشو بالبرد فقلت خليني. معقول معقول ليه؟ بعد ما خلصت شو بعد اليوم تاني؟ ما عنش ما تاكل. ما تصدقوا بعده نازل فرم. رح اختم لكم اياها مع منقوشه الجبنه. بدي اقول ان شاء الله يا رب من كل قلبي تكونوا استفدتوا بهالفيديو واخذتوا معلومات تفيدكم. شوفوا الجمال، شوفوا. متمنى ايدكم لو كلكم معي بهالترويقه الطيبه هاي. اخر شي بدي اقول اني بحبكم كتير يا عائلتي اللي بفتخر فيها. ملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت. باي. حبيت فرجيكم لونها من بعد ما راقت. شايفين كيف لونها رجع احمر؟ الاحمر اللي بيفتح النفس. شفتوا هاللون ما اجمله؟ سبحان الذي خلق.